FM. الكلمة ليك. كابوتشينو. 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 انتم من تسمعون في كابوتشينو متواصل معاكم حتى العشرة متاع صباح الكافة فيه. مرحبا بكم ناس الكل. نسلم على معز الجودي. صباح الخير سي معز. من فضلك سي معز. لا سي معز من فضلك. لا ما نحبش الواحد كل سبا سايتي فرنسا بيريز كيما سي البحري سي معز. اي نفضلكم سي البحري رغم الجميع. مش سي البحري بابا بحري. بابا بحري بربي مروان حضر لي اغنية بابا بحري. اغنية اليوم. اي اغنية اليوم بابا بحري. اون توليكا جانا دبس عليه الان ما عندوش لا دمغة لا حد شيء. لا فما معناتها اثار الصراع العنيف. دونك صباح الخير برهان. صباح الخير. صباح الخير سي معز. جبتيش راه سي معز معناتها على شنو؟ على باريس. باريس حلوه باهيه كالعاده. باريس ديما تقعد لا فيل لوميير كيما يقولوا مدينه الاضواء وديما تقعد مدينه حلوه ياسر. وكل ما نمشي نلقى معناتها تو فرنسا نحن نقولوا ماهيش بعيده علينا ياسر. دونك عندنا الاخبار وعندنا المعلومات ونتبعوا فيهم فهمتني. لكن كل ما نمشي نلقاهم قدموا بعشر خطوات للقدام. نلقى حاجه جديده فهمت في فرنسا. وهنا في تونس نمشي ونرجع نلقى معناتها 10 خطوات للتالي. معناتها حقيقه الريتم والنسق مشابه. وهذه فرنسا مش خلي بلدان اخرى كيما اليابان وكيما معناتها سنغافوره ولا كيما الهند ولا كيما معناتها امريكا بيدها ولا كيما بلدان اليوم كيما يقول لك البريكس البرازيل روسيا الهند الصين وافريقيا الجنوبيه. معناتها حقيقه لازمنا نفيقوا لارواحنا ومعناتها ونتبعوا نسق جديد. اما تزامنا مع زيارتك لباريس فما كانت فما عملية تفجيرية في الكوريفات كان مش تصير اما الحمد لله حطوها. لا ريسك موجودين ودايرين ينعكس هذا برهان على ودايرين ننصح التوانسة باش اليوم يستغلوا الفرصة ويمشيوا عادي ويامات في باريس. الرخص متاع النزول في باريس معناتها أسوام مهولة. وي 50 أورو 60 أورو الليلة فهمت. ما عندهمش الغادي هما شامبر دوبل ولا سينجل كيفنا نحنا تاخو بيت وكا هو فهمت. الأسوام نشوف فيها معناتها وتلة في دي كارتيي شيك كيما يقولوا بسان سان جيرمان دي بخي وسان ميشيل وفي الويتيام اغونديسمون تلقاهم 60 أورو اليوم اللي هو السوم خيالي. وقت اللي هذوما نفس النزل في وقت عادي في باريس ب 190 اقل سوم 200 أورو اقل سوم. مالا هذه دعوة مفتوحة لسعادة سفير فرنسا سيد عبد السلام بوفر دارفور انه يحل لنا الفيزا زي ولا بتاعنا يا عبد السلام انه يحل لنا الفيزا خاطر المشكله مش فقط مشكله وتلا بتبيعها معز بارك الله فيك على الاسعار والتسعيره الجديده اللي اعلنت عليها انه يحل لنا الفيزا ويسيب لنا الامور خلينا نهزوا روحنا ونمشوا غادي. هو عمل العمل معناتها سي عبد السلام خلى معمل دار كذا مريول الافريقي مريول الترجي اهم انجاز ينجم يعملوا اكثر من مريول الكلوي يحل شويه في وكذا انه يحل شويه في الفيزا. اما الامور مش مسيبه في الاستوديو. كلمت سمير قلت له ما تجيبناش كيسان خاطر ممكن يصير ضرب الكيسان هوني في الاستوديو بعد فجيعة البارح. شنو فجاعة يا ولدي؟ فجيعة البارح هاي خفت عليك برهان انا في يا ولدي مستانس برهان خفت عليك بالحق ما تجيبش ضرب وسايبش يقلعوا الكرسي ما لقيتوش من فوق شويه البارح برهان لابس جيلي بربال حضر روحه. لا والله في الحقيقه انا كمام راهو جاوب منتظر ولكن خلينا نكون واضح. البحر الجلاسي برشا عباد نعرف سرتو في اوساط النخبه والبعض من الناس يقول لك اسك عنده الحق يتكلم ما عندوش حق يتكلم. انا بالنسبه لي بحر الجلاسي هذايا حتى لا ننسى هكا تحت اطار حتى لا ننسى ويزم ديما نشوفوا روحنا في المرايه نشوفوا روحنا كمنظومه سياسيه. الرجل هذا يتحدث في كلام ومارسوا على أرض الواقع ولا أحد طلب من نفسه أو معناها خذاء العناء أنه يقف ويتأمل ويفتح هذا الملف الخطير اللي يحكي عليه الراجل. هذا الراجل يقول لك شريط نواب وبالفعل تونس كاملة والعالم كامل يعرف أنه شراء نواب نواب حتى دستور الجمهورية الثانية. يعني البحر الجلاسي هذايا من وراء كلامه يعني ومن وراء ممارسته ومن وراء دوره التاريخي اللي لعبه نجم تفكك اليوم هذه المنظومة السياسية اللي اليوم تتحكم في الوضع العام للبلاد اللي تحكم في قانون المالية وتحكم في التوجهات العامة وتحكم في كذا في برلماني. هذا السيد قال لك أنا شريت 7 نواب وبعد جاء العربي نصر أشريهم لي قعدوا لي 4 جاء سليم رياحي خلى الأربعة الأخرين عنده يحكي وكأنه يحكي على سوق النمل. بلاها ولا وقاحة مش لا بلاها لا وقاحة لا فما قالوا ولا فما جهة رد بالك وتونس كاملة تونس كاملة والطيف السياسي بجميع انواع يعرف اللي هذه ممارسه سيده في اهم
موقع يتحكم في اللعبة السياسية وفي النظام السياسي التونسي اللي هو البرلمان. تونس كاملة تعرف الشيء هذا موجود. تونس كاملة. البحري جلاسي لم يفعل غير أن تكلم عنه بالعفوية متاعه اللي يعتبروها البعض بلاها، يعتبروها البعض جنون، يعتبروها البعض خروج على اللي يقلق. بالعفوية متاعه قال جاب لهم الشيكات، ورى الشيكات بتاع النواب اللي صحوا عليهم والصفقة وكيف قعدوا معها 4 شهور وبعد أشوف هربوا مشاو الناس خرين. ثم يتحدث على أنه رئيس حركة النهضة عيط له وسيد جايب صور. خويا العزيز جايب صور منهم صور، فهمتي أن الناس كل مع وفد جايبوا سي بحر جلاسي ومعهم سيد رئيس حركة النهضة حاطين يديهم كما على يدين بعضهم كما الشوفاليه دلا تابل، فهمت والله هكا يدير يديهم بعضهم. اي ماذا يفعل؟ لا احد تكلم، لا احد حقق، لا احد طلب كذا. وقالوا برا حاجتي بيك مش جيب لي جماعة الحامدي 27 النائب تاع الحامدي يزمك تجيبهم لي في إطار توزيع أدوار. يعني البحر الجلاسي في نهاية الأمر هي صورة من صور السوق الخفية نتاع الحياة السياسية التونسية اللي في الحقيقة ما أصبحتش خفية ولات واضحة للعيان. السياحة الحزبية كيف هتدور، على أي أساس البيعان والشراء. اليوم البحر الجلاسي غدوة شكون ينجم يجي ينجم يتحكم في نواب الشعب اليوم بشكل يعني هل من المعقول السكوت عن هذه القضايا وتخبيتها؟ قال شنو والله البحر الجلاسي. تعرف البحر الجلاسي لو أراد لكان موجود على طاولة الحوار الوطني اللي اعطاه حكومة مهدي جمعة واللي اعطاه لتونس جائزة نوبل السلام. البحر الجلاسي خذ 8 نواب ومن بعد قال خذهم لي سي العربي نصرة، خذهم سي العربي نصرة، سي العربي نصرة، حزب سي العربي نصرة كان موجود على طاولة التفاوض بخصوص حكومة مهدي جمعة وبخصوص حكومة الحوار الوطني، وشفناهم داخلين خارجين ويصوروا فيهم وكذا. هذايا تمارس جزء من التاريخ السياسي في تونس بغض النظر على موقفنا ولا كذا، هذايا جزء من الواحد. خويا تحبوا تحكيوا عليه ولا تحبوا تخبيوه؟ تحبوا تحطوا روسكم في النعامة معناها تحت التراب ما تعرفوش الشيء هذايا ممارس الى اليوم ما تعرفوش. يا السياحه الحزبيه وخلينا والسياحه الحزبيه بتاع اليوم بتاع برلمان الشعب اليوم شنو هي؟ قائمه على برامج والله كنت في النداء ومن بعد اقتنعت ببرنامج الكتله ومن بعد والله كنت في الوطن الحر وانا اقتنعت من بعد برنامج النداء. شكون يشد عليه التونسي في الشيء هذايا الظاهره اللي موجوده؟ لكن اليوم الظاهره احمد ربي انها ما زالت انتر احزاب ما بين وانتر شخصيات وقت اللي كانت في المجلس التاسيسي بين البحر الجلاسي وبين العربي نصرة، هذا اللي نعرفوه، وبين سليم الرياحي وبين الهاشمي الحامدي وبين كذا. أما أنت عندك الضمانات أنها فلوس جهات أخرى ما لعبتش في الشيء هذا، ما لعبتش في برلمانك اللي قرر لك مصيرك ويقرر لك قوانينك في ظل صمت كبير للمشرع وللجهات يعني الرقابية في أنها تحكي على الظاهرة هذه. عيني عينك راه عيني عينك وليت البيع والشراء راهي والارقام. تحبوا تعرفوا الارقام توجيه نهار وتكشف الارقام مليئة. البحر الجلاسي من بين العباد اللي يحكي في القضايا هذه. سوق النواب سوق الدلال هل هي سوق مربحة اليوم في تونس بالنسبة للسياسيين بعض السياسيين؟ أنا مش جاوبك على السؤال هذايا، لكن قبل هو الكلام اللي قاله برهان اللي أخطر معناتها هو أنه الممارسة هذايا مازالت متواصلة، وهذا مش بشهادتي أنا ولا بشهادتك أنت، هذا بشهادة معناتها نواب بيتهم. سامي عبو تكلمت على الحكاية هذايا، طارق الفتيتي يظهر لي ولا نائب واحد آخر فهمت يتكلم على الحكاية هذايا. نقولوا الشيء هذايا مش للتعميم، فما برشا نواب محترمين خدموا خدمتهم بشكل كامل ولا زال بطبيعه، ولكن بطبيعه هذا لا ينفي وجود فئه اخرى من زملائهم يعملوا في الشيء هذا. لا يظهر لي معناتها الممارسات تواصلت. علاش؟ على خاطر ما حسبناش اللي قبل، معناتها كما يقولوا سكرنا عينينا وقلنا هي سنه اولى وسنه ثانيه ديمقراطيه وقاعدين نبنيو وهالممارسات هذوما تو عطينا نقدموا كهو نكملوا دستورنا. هذه معناتها هذا الخطا اللي قمنا به، انه راهو لازمنا نحاسبه ولازمنا نوقفوا التيار، خاطر كي ما توقفش التيار الامور تزيد معناتها تتعقد اكثر، كما الاقتصاد الموازي والاقتصاد التحتي والامور هذيك كلها اللي اليوم الاقتصاد الموازي والتحتي ولا حاجه معناتها عايشينها وكوتيديان، ناس مطالبه بحقها. المره الاخرى في اذاعه من الاذاعات فهمتي واحد تكلم في التليفون قال والله انا ننشط في الاقتصاد الموازي ونهرب في السلعه ونطالب باش نعملوا نقابه نتاع المهربين. الحكايه في المنظومه قال نطالب في الاذاعه مباشر قال نطالب باش نعملوا نقابه للمهربين. فهمت معناتها نكته؟ لا بالحق سيدي يحكي، هي نجي نكته. فهمت معناتها بور فودير كو راهو فما ناس يوليو البناليز معناتها امور كيما هكايا وتولي حاجه عندهم عاديه جدا، كيما سيد بحر الجلاسي. سيد بحر الجلاسي كذا اللي هو معناتها عندي انا
يجسم هو في حد ذاته المساوي كلها متاع المشهد السياسي، فهمت؟ في شخ في حالته، في طريقة كلامه، في شكله، في مضمونه، فهمت؟ بكله معناتها كاريكاتير. السيد هذايا هو كي يحكي كتسمعه يحكي تحسوا صاحب حق معناتها وهو يلي كونفيون ويقول لك انا فهمتي الغلط الصحيح وانتم الغالطين وانا باش نوجهكم للطريق الصحيح. دونك وقت اللي ترقى عباد كيما هكايا نقطة استفهام كبيرة. والخلطة بين الإلحاد والإسلام والاقتصاد والبوبوليزم خلطة عجيبة غريبة. طبعا 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 هذاك البوبوليزم، لكن كيما قلت ونبه أنا في حالة بهتة تجاه الصمت حول الكلام اللي يحكي فيه السيد اللي هو كلام الناس كل تعرفه، تبقى أنه هو مارسه ويعترف بذلك ولا احد حاول ان يفكر في الحكايه هذه. اليوم راهو فما اجواء 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 الضحك عبو وقتها قالوا هي قالت وعطت الاسعار ما عنديش فكره الاسعار يا ولدي. اليوم كتل كل نهار ونهار، واليوم يلزمنا نعملوا كيما سوق البورصه. اي صباحنا اليوم قد ايه نداء تونس عنده؟ نداء تونس مره 69 مره 58 مره يطلع يولي 76 مره يعاود يرجع يولي 55 والله مش هد يا اخي. هل هذا عادي؟ هل هذا عادي؟ وقولوا لي لا يندرى الانتقالات هذه كلها على اساس برامج سياسيه وعلى اساس اقتناع ببرامج كتل اخرى وعلى اساس كذا. الناس كل تعرف ان السياحه الحزبيه هذه من اللي بدات في تجربه المجلس الوطني التاسيسي قائمه كلها على بزنس خذ وهات وادفع لي وندفع لك. هذا اللي موجود البحر يجلسي على خلاف الناس كل يجي يتباهى بالحكايه هذه. ممكن سقط عليه الاهليه ايبا فلننظر لانفسنا بالصراحه المطلوبه ونغزر احنا ما غير مكياج. علاش نقول هكا؟ راهو مو شميت انا نحب نبخس لشيء. الانتقال الديمقراطي راه مسؤوليه الناس كل، خاطر البعض يقولوا اه بالعاني عاملينها تحبوا تندمونا. ليه ما نحبش نندم؟ شنو ما معنى يعني؟ مش لازم تنظر لاخطائك، مش لازم تنظر للتجاوز، مش لازم تنظر للثغرات تعدى في الطويله. قال شنو ما يلزمش نحكي هكا باش نقعد ديما في اجواء التمجيد للانتقال الديمقراطي. انا مع الديمقراطيه لكن مع ديمقراطيه سليمه، ومسؤوليه الناس اللي تحب الديمقراطيه واللي تحب الانتقال هذايا انها تحاول تعالج ثغراته بالصراحه المطلوبه. الناس كل تعرف ان عندنا سوق بزنس كبير، عندنا اقتصاد موازي في السياسه، عندنا تهريب في السياسه، عندنا كونترا في السياسه. هاك تشوف فيها هيجا تنزك القاوي ونيقع التفاوض مع فلان الفلتان ونحيلو فلان وجيب له علان وتعارك مع كذا، وفي وسط هذايا العمليه لا تدور عن طريق عمليه بالصراع بين البرامج السياسيه ولا بالصراع ما بين الشعارات افكار ولا افكار ولا قضايا. كلها اعطيني ونعطيك وبزنس وفلوس كيما جوارات كوره، ولكن هذايا منظم وعادي جدا في الواحد اكثر من جوارات كوره كيما وقع التهريب. اقتصاد سياسي موازي في السياسه. معز ذولي نسينا القضايا المرفوعه ضد المرشحين الرئاسيه وقت اللي حكينا عليهم على التجاوزات. وين الملف هذاك؟ دارت المحاسبات تتحدث على مرشحين ماخذين تقريبا. شو من اهم المؤسسات في الدوله معناتها اللي تحترم نفسها هي دائره المحاسبات، راه لاكور دي كونت في فرنسا. وقت اللي تخرج التقرير نتاعها الوزراء ورئيس الجمهوريه بيدو ورئيس الحكومه يبداو يرعشوا من التقرير نتاع دائره المحاسبات في فرنسا، فهمت؟ نحن تقارير تخرج ما عادش يغزر لها حتى حد وما عادش يقدرها حتى حد. وقت اللي هي دائره المحاسبات راهو هيئه عليا نتاع رقابه ومؤسسه نتاع حوكمه معناتها ماليه وعندها دائره الزجر المالي داكور معناتها دو ديسيبلين فينونسيير اللي هي وقت اللي فيها فما تجاوزات معناتها مثلا في التصرف في الميزانيه نتاع الدوله اللي هي اجرت له معناتها الدائره في التقرير نتاعها حول معناتها ثلاث سنين تاع الترويكا. حكيت التجاوزات اللي صاروا في الانتخابات الرئاسيه معناتها قتلك راهو حكيت على امور حقيقة معناتها فلوس نتاع دخلوا من برا ومن جهات أجنبية وتمويل مشبوه يعني سويت. ما فما حتى متابعة للشيء هذايا. علاش باش نكمل في النقطة هذايا نبيل؟ خاطر نحن اليوم ماناش في نظام برلماني ولا حتى نصف برلماني. نحن النظام السياسي نتاعنا سيتان ريجيم دو بارتي معناتها نظام نتاع أحزاب كيما لا كاتريم ريبوبليك في فرنسا وبعدها تعدوا للسانكيم ريبوبليك ووقفت لا كاتريم ريبوبليك معناتها ما عادش متقدم للبلاد. الأحزاب هما تحكم ومش لكلهم، فما ثلاثة أربع أحزاب اللي هي مسيطر على المنظومه بكلها وحتى على القضاء وحتى على جزء من القضاء وحتى معناتها ماخذه الصورات كلها، فهمتي؟ التشريعيه والتنفيذيه وجزء من القضائيه وتحكم باحكامها وتعمل اش تحب واللي يدخل في الاحزاب هذيك. علاش فما ناس مسخه
نستعمل هالكلمة ناس مسخة وعندهم فهمتي معناتها قضايا وأمورهم هيش واضحة باش يحمي روحه يدخل الأحزاب الحاكمة هذي فهمت، وهذا غير معقول وغير صحي في منظومة ديمقراطية. الله يرحم مونتسكيو روح القوانين اللي قريناه الكتاب هذاك وقت اللي السلطة تراقب السلطة الأخرى وكل سلطة مستقلة على السلطة الأخرى. بون هذاك الإطار النظري مونتسكيو المسافة طويلة بين الإطار النظري وبين كذا. راجعين بعد شوية في هيد لاينز لكن عندنا موعد مع الأخبار يا جماعة. بعد شوية عندنا برشا عناوين اقتصادية وسياسية باش نعملوا تيكو تاك مع بعضنا بعد شوية بعد الأخبار. هذه كابوتشينو متواصلة معاكم حتى العشرة متاع الصباح كالعادة معاكم الترويكا السياسية الاقتصادية الإعلامية في كابوتشينو. نسلم على معز برهان إن شاء الله. ترويكا مش ترويكا فاشلة كما ترويكا اللي حكم التونس والله يعرف لازم تعلق يا سي معز لازم تعلق سيدي نحن ترويكا ونفتخر أخويا ترويكا تفضل سيدي. هو ترويكا كلمة ترويكا سوفونير ماهوش ياسر التونسي الكل مش لينا برك يا اخي ترويكا فلوس عبيد مؤشرات هذوما ومن امريكا. نمشيو للهيدلاينز. هيدلاينز تيكوتاك في الهيدلاينز. نبدأ بالخبر السياسي. مشروق هيبة الدولة من هيبته متى ينتهي تهميش دور المعتمد. برهان والله برهان برهان لا مش برهان معز اخي مش دور المعتمد عطني باس لا معز في بالي مستحق الشهيد المعتمد سي معز كي يجي ويحب يتكلم يزم هو يتكلم الأولوية ليه عايزك يا برهان يسير الشيء والله يشو عطاك الكلمة واحدة وراء المسألة هذية مع حقيقة أسئلة معناتها حبر قل كما يقولوا معناتها خلت بوليميك تتواصل حول المسألة هذية لأنه حقيقة معضلة وحقيقة معناتها يظهر من أكبر الأغلاط متاع حكومة يوسف الشاهد. يعني حكومة يوسف الشاهد كان قيموا شوية العمل متاعها لحد الآن فماش أغلاط كبيرة ياسر لكن فما زوز ثلاثة أغلاط اللي حقيقة اليوم نتسألوا كيفاش يوصل رئيس حكومة وتوصل حكومة إلى معناتها قرارات كما هكا قرارات اعتباطية قرارات غير مدروسة. وهو بيدوس يوسف الشاهد وقت اللي عمل لك البيان وقت باش خذا بزمام الأمور وتنصب رسميا تعهد أنه باش تكون الإدارة محايدة أنه باش تكون فما نجاعة حكومة رشيدة مش باش يدخل أكثر فهمتني تسيير دولي بالدولة في محاصرة حزبية. ديجا المحاصرة الحزبية اللي في الحكومة مش باش يزيد عليها أكثر وباش يعين كفاءات وباش تكون باش يكون عمل جدي. هذا الكل معناتها مخالف اللي ديكلاراسيون اللي تعاملوا قبل معناتها مش معقول انه هالمعتمدين والولاد اللي هما كما يقولوا معناتها عنصر اساسي ومكونات اساسيه في تنظيم دولة ويلعبوا في دور كونتاكت مباشر مع الشعب دور يومي مهم للغاية أنه ندخلهم في اللوجيك هذية المحاصر الحزبية. بهتوى هو الدباء فين قايم دباء قايم قالك أنا يا أخويا ربحت انتخابات معناتها وكحزب حاكم ولا أحزاب حاكمة ولا في تحالف من حقنا باش نحقوا برامجنا وباش ننفذوهم من حقنا أنه تكون الإدارة ويكونوا معناتها المناصب هذية ومعناتها اللي بوست كلي يكونوا متحزبين معانا باش نجمو نطبقوا البرامج خاطر انتم تلوموا علينا الاحزاب نعلنوا على برامج وما يقعش تطبيقها. يا اخويا ماهوش صحيح هذايا لانه معناتها فما دي بوست كلي في الدوله اللي هما لازم يكونوا معناتها كما يقولوا دي بوست شادينهم ناس يخدموا في الاداره ويخدموا في البلاد مهما كان اللون السياسي اللي يحكم في البلاد. الوالي ولا المعتمد راهو ما عندوش باش ينفذش التعليمات ولا التوجهات نتاع الحكومه مهما كان لونها السياسي. هذا سيستم ديمقراطيك كيفاش لازم يكون. اما المعتمد والوالي ما لازمش يكون متحزب هو بيدو خاطر كمش تكون متحزب هو بيدو معناتها الجهه هذيك باش تولي مسيره في معناتها مصالح نتاع حزب معين وهو بيدو معناتها قراراته باش يوليو انفلونسي وهذا ماهوش باهي على العمل الميداني والتسوير التسيير الدولي بالدوله. فما امور معناتها تخص المواطن كل يوم فما معناتها مشاغل نتاع مواطن فما مصالح فما استثمار فما مناخ اعمال لازم تساهم فيه معناتها الولاية والمعتمدية. مش معقول أنه هذوما ندخلهم في محاصرة حزبية وشفتوا كيفاش تعينت كيفاش قاعدة تصير وشفتوا لي سي في وشفتوا المستويات معناتها مش معقول. فما نورمالمون راهو عندنا سلك ولات وسلك معتمدين بريفي سو بريفي يخرج من المدرسة القومية الإدارة وموجود كان قبل راهو هذا كان موجود سلك الولات ويظل لحد الآن السيك المويان ولا حاجة وبعد السيك السوبيريور معناتها يخرج لك فهمتي ناس يمشيوا لوزارة الداخلية كيما يمشيوا ناس أخرين وزارة الخارجية وزارة المالية
هذه يمشيوا دي كور دو ميتي وبشويه بشويه من 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 معناتها من من اطار في 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 ولايه وبعد يولي معتمد وبعد معتمد اول كتب عام ولايه والي فهمت معناتها فما تدرج في لي بوست هذا اش لازم يكون والوالي والمعتمد الارغومون اللي يقول لك انا باش ننفذ البرنامج السياسي نتاعي ما عندوش باش ما يعاونكش تنفيذ البرنامج السياسي نتاعك مهما كان معناتها لونك السياسي انت توجه سياسيا العمل الحكومي وتوجه الدوله سياسيا حسب البرامج نتاعك اللي انتخبك عليها من الشعب التونسي لكن في نفس الوقت فما اطارات اداريه وفما ولاتوا معتمدين هما اللي لازمهم يطبقوا معناتها التعليمات لا اكثر ولا اقل اما لازمهم يسهروا على معناتها خدمه المواطن تكون عندهم حرفيه في العمل هذا وانت بيدك راهو كوزير متسيس ولا خارج من حزب ولا رئيس حكومه ربح انتخابات ومتحزب راهو انت بيدك حاجتك معتمد والي متكون على قاعده صحيحه وخارج من تصل قومي الاداره وخارج من اسلاك الاسلاك معناتها المختصه في المجال هذايا باش تنجم تعتمد عليه وتنجم تعامل عليه وعنده خبرته مش باش تجيب انت من عندك فهمت وتبدا تلوج عليهم وشوفوا لي بالله اللي صفق لنا وشوفوا لي اللي حضر في الاجتماع الفلاني وشوفوا لي اللي هز الكراسي وشوفوا لي اللي قفف اكثر وشوفوا لي اللي هنينا اكثر وشوفوا لي اللي يعيط اكثر وشوفوا لي اللي هز على الاكتاف اكثر مش هذا معناتها وانت بيدك باش تحطوا هذايا معتمدتي شفتوا السيد اللي جابوا الخلاب صراحه معناتها اللي جابوا سي زميلنا سمير الوافي نهار لحد اللي فات فهمت معناتها فضيحه كلمتين يا اخوات ما يعرفش يقولهم جمله ما يعرفش يركبها سيزونيير قال خدم سيزونيير يقولوا سيزونيير شو هو سيزونيير فهمت وصارت له امبريسيون هو يحب يقول بريسيون ضغوطات معناتها ضغط أي. صارت له امبريسيون فهمت معناتها انسان ما عندوش حتى ادنى مستوى ما عنده حتى مستوى السيد هذايا عينه معتمد وهو استقال قبل اليوم معز هو نسأل وزاد الفعل معاه هاي انت تحكي مع الكاستينج برهان الكاستينج مش كل كاستينج مش كل اختيارات لانه الكاستينج تتحكم فيه اساسا الولاء السياسي قبل قضيه الكفاءه قبل قضيه في الوقت اللي راهو كي يقول يتحكم فيه الولاء السياسي رانا في نظام قائم على الحياه الحزبيه المتعدده والمتنوعه مش عيب انه يكون المنصب الاداري يتم الترشيح ليه بخلفية سياسية مش عيب ولكن ما نطلبه هي التوازن ما بين الكفاءة وبين التحزب يعني ما فيها باس إذا كان الأحزاب يعملوا مجهود في اختيار الملفات اللي يرشحوها اللي يكون فيها على الأقل يعني الحد الأدنى من الكفاءة اللي بيشتخدم في نهاية الأمر ما هي حسبة سياسية وحسبة حزبية صورة الحزب في نهاية الأمر كي يشوفوا اليوم أنت الوالي المعتمد اللي تم ترشيحه واللي يحكي عليه معز هنا بالكثير من السخرية والتهكم يا أخي في حق شكون في نهاية الأمر في حق شخصه وما في حق سياسي اللي رشحته باش تقول هذا هو مستوى الحزب اللي رشحه هذا مستوى الأحزاب السياسية اللي موجودة عندنا بالتالي راهو نحبوا الناس سمعنا وقعنا ما يتخيلوش أنه راهو التحزب مسألة يعني شيطانية سلبية تؤدي مباشرة إلى كفاءة لا في الأحزاب فما كوادر فما كفاءات اتبقى هي دعوة للأحزاب أنها قانون اللعبة داخلها يلزم يكون موفق ومتوازن بين من جهة الولاء تاع المناظر للجهة صاحبة النفوذ داخل الحزب وهذا عادي جدا هذا قانون اللعبة في كل الأحزاب من جهة وكفاءة الكفاءة اللي تأهله لخدمة المطلوب منه ككادر من كوادر الدولة يلزمنا نوافقه في كل الحالات ما يلزمش الميزاني يتيح برشا لقضية الولاء السياسي المباشر لصاحب النفوذ داخل الحزب خاطر هي المصيبة ما عادش قضية ولاء للحزب وبرنامج وكذا هذيك صح لا الولاء لصاحب النفوذ داخل الحزب هذوك للشقوق هذوك تبعين الفلان وتبعين الفلتان وتبعين العلان هذه الصورة اللي راهي معناها تضر بالدور المعتمد بصورة الدولة وبصورة الأحزاب في نهاية الأمر خطر أحيانا أنا واحد من الناس دي ما يملك لي شعور أنه لزق بالقدية للأحزاب في تبخيص صورتها في كذا اللي هي ولات صورة معناها معروضة على قارعة الطريق بشكل سلبي
الناس كل تحكي على الاحزاب ولا تتوانسة انهم يحبوا الكراسي ودرشنا مجموعه من العباد الشريحه معناتها، لكن حبوا نفهموا العباد راهو في كل الحالات ما نجموش نبنيوا التعدديه هذه بدون الاحزاب. الحياه السياسيه لا يمكن ان تبنى بدون احزاب. شنو باش نعمل؟ باش نمشيو للجان الشعبيه واللجان الثوريه والمؤتمر الشعبي العام في النظريه العالميه الثالثه بتاع العقيد الراحل؟ ما نجموش. الحياه السياسيه قائمه على الاحزاب احببنا مكرها. بالتالي راهو انتقادنا للاحزاب وانتقادنا لادائها مش من اجل تبخيسها، مش من اجل معناها الحط من قيمتها، لا، من اجل دفعها انها تحسن من ادائها، من اجل دفعها ان يكون عندها افق اخر في نهايه الامر، هو الافق اللي باش يخدم مصلحتها ومن خلال مصلحتها هي مصلحه البلاد. ما تنساش فما انتخابات بلديه مقبله طبعًا. والمعتمد والوالي معناتها المكونات البروباغندا لا المعتمد والوالي خارج اطار العمليه. اليوم تخلصنا من دور المعتمد والوالي في العمليه الانتخابيه، دور لوجيستي لا علاقه له. لا طبعا موجوده واللجنه العليا للانتخابات، واليوم تقريبا تجاوز الولايات الحزبيه. اليوم اذا كان فما مكسب في عمليه الانتخابات الديمقراطية هذايا أن الدربة العملية الانتخابية في تونس كانت دربة قياسية، خدات وقتها بالبداية، عملنا أربع انتخابات راهو في ظرف 6 سنين، تدربوا توانسة والماكينة خدمت والناس كل ولا تعرف في دورها بالضبط. لا عندنا لا بلدية تتدخل، لا معتمد يتدخل، لا والي يتدخل، لا رئيس منطقة، لا مدير إقليم. أنا بكل وضوح يعني هنا الناس بلا تجاوزات سجلتها اللجنة العليا للانتخابات، ولكن إحقاقا للحق إذا كان فما حاجة تحيا في تونس في الإكزرسيس نتاع العملية الديمقراطية فهي العمليات الانتخابية اللي مهما تحكي عليها تعدد في شكل معناها شفاف يخلو من تجاوزات جوهرية. تبقى أنه في الجانب هذايا مش التجاوز، النقيصة اللي تخوف، النقيصة اللي تخلينا يلزمنا ننتبهه هي نقيصة اللي تشكك في عملية ديمقراطية برمتها، هي عدد المقبلين على صندوق الاقتراع. اليوم احنا قادمين على انتخابات بلدية، وإذا كانت واصلها الكلمات اللثيقة تجاه الاحزاب السياسيه راهو ساريسك انه العباد اذا كان مشينا 3 ملايين في اخر انتخابات اللي هي ربع اقل من نص نتاع الناس اللي يلزمها تصوت، بتيتر نمشيو 1.5 مليون، وهذا مشكله، تطرح مشكله حتى في جوهر الفلسفي للديمقراطيه. اليوم على خاطر يقول لك في نهايه الامر المجموعه السياسيه الحاكمه الان اللي تم انتاجها على مستوى السلطه التشريعيه ومن بعد اعطاها على مستوى السلطه التنفيذيه حكومه تمثل من في نهايه الامر بالنسبه للتوانسه؟ اذا كان على 12 مليون تونسي هذوما اختاروهم زوز ملايين، هنا تولي مشكله في الديمقراطيه. انا جينا في نهايه الامر الحكم اقليات، اختيار اقليه ثقه قرطاج، يعني هذاك عليه اليوم دور الاحزاب الكبير اعاده ثقه المواطن في العمليه السياسيه، إعادة ثقة المواطن في الأحزاب السياسية، وإعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية كعملية ديمقراطية باش تنتج الممثلين نتاعها. خاطر اليوم ساريسك في الانتخابات البلدية أمام الضغط، أمام حالة الإحباط، أمام التوانسة اللي تعبوا من صندوق الاقتراع. علاش هما مشاو صندوق الاقتراع؟ مش راهو رغبة وحبا في أنه يختاروا صندوق الاقتراع، وسيلة مش غاية في حد ذاته، وسيلة لتحقيق الأهداف اللي من أجلها مشاو، في التنمية، في التشغيل، في العدالة الاجتماعية، وكل واحد مشى على خاطر برنامج. كي ما نلقاوش هذه البرامج، ما نلقاوش، راهو ضربين البرامج. العملية الانتخابية كي ما تحققش البرامج اللي من أجل مشينا لها راهي تصبح مشكوك فيها كثير، بما فيه حتى البرامج المتعلقة بالفوت يوتيل. يا أخي ما هو مشيت العباد هما 3 ملايين اللي خرجناهم بالصيف من ديارهم، خرجناهم على أساس الفوت يوتيل، ومن بعد شرقاو رقاو النهضة ونداء يحكم بعضهم. خلينا نكونوا واضحين، فما برشا عباد مشات صندوق الاقتراع بحماس الدفاع عن نمط المجتمع، بحماس الدفاع على الدولة المدنية ضد ما يعتقدوا أنه تهديد منها من طرف الترويكا ومن طرف حركة النهضة. اليوم فوالا بالضبط، هذه هي المشكلة. راهو هذا الساريس كان يخلي العملية الانتخابية القادمة عملية مفرغة من محتواها الديمقراطي الأغلبي اللي بحيث يفسح لأغلبية التوانسة أن يعبروا على رأيهم. بتيتر ستكون أقلية من التوانسة المتحزبة اللي باش يخرجوا تحت يعني تأثير تعبئة الأحزاب والتزامهم الحزبي ويمشيوا يعملوا الانتخابات. بالتالي وقتها تولي انتخابات نتاع أقلية حزبية ماهوش انتخابات نتاع عموم الشعب التونسي. واضح تحكي على البرامج الاقتصادية نتاع الأحزاب، وشروق تحكي على الأسعار المرتفعة جدا. وعز الجودي اليوم قفة التونسي ولات خفيفة، ما عادش رزينة بما أنه الأسعار ارتفعت. هل تكون المقاطعة، مقاطعة الاستهلاك، حلا اليوم إذا شكلت الشروق؟ المصيبة الكبيرة نبيل أنه حكاية ارتفاع الأسعار والتضخم المالي كل أسواء معناتها السياسيين بيدهم، ولا حتى في بعض الصحف الأمور ماخذينها كظاهرة، معناتها والله ارتفعت الأسعار في الوقت الحالي، فهمتوا؟ المواطن ما عادش خالد. لا، حتى حد إلى حد الآن بما فيهم السياسيين ما شخص هالمسألة هذه وما حاول يفهم شنو
أسباب التضخم المالي في تونس اليوم أسباب عميقة، واللي أنا نجم نقول لك أكثر من هكا، اللي ارتفاع الأسعار باش يتواصل وباش يكون أكثر حدة في المستقبل. معناتها الحكاية ماهيش بعصا سحرية راهو كيما الدينار التونسي. أنا يضحكوني ساعة ساعة والله شبيه الدينار التونسي تاع يرجعوه بلاي المستوى يا أخي. تخيبون عملية سهلة هي بعصا سحرية، رجع الدينار راس براس مع اليورو ولا مع الدولار ولا فهمت. معناتها راهي مش هكاكة، راهو هذاك استان بروسيسوس، راهو اسباب عميقه باش توصلك الوضع كيما كي. مثلا تو التضخم المالي فسرناه برشا مرات، ارتفاع الاسعار راهو من اسباب اضطرابات في مسالك التوزيع، الاقتصاد الموازي ما يعبر عنه بالانفلاسيون بورتي، الدينار التونسي كي يطيح فما الامبورتاسيون معناتها تغلى، وفما مواد نستحقوهم في يستحقوهم الفلاحه ويستحقوهم فهمتي معناتها الناس اللي تخدم وفاعلين اقتصاديين، وهذا يخلي انه معناتها ينعكس على مستوى الاسعار في البيع عن بعد فهمت. فما زاد أسباب متعلقة بالماكينة متاع الفلوس اللي قاعدة تخدم والطبعان ولمس مونيتير اللي قاعدة تدور ومعتها الأمور هذية وكيفاش ماهيش متناسقة مع قدرة جهاز الإنتاج على استيعاب هالمس مونيتير هذية، وكل مرة ونحن نزيدو باش ما تصيرش أزمة متاع سيولة، والبنك المركزي فهمتني قاعد يلابوز أمتي بو، معناتها هذا حسب ما نشوفوه حسب الأرقام من البلانش أبيي. بون هو يقول لك البنك المركزي لا سيز أرغيمون، مي راهو اليوم زاد فما مشكل على هذا المستوى. لكن فما مشكل اخر نبيل اللي هو وقلناه وحذرنا منه، اللي هو الزياده في الاجور. راهو كي تزيد في الاجور وانت ماكش قاعد تخلق في الثروه وماكش تعمل في نمو اقتصادي ايجابي، راهو هذاك باش يتسبب لكم بعد في التضخم المالي، على خاطر انت قاعده تزيد في الدوموند في الطلب على حساب العرض. العرض عندها قيمه يعني، الفلوس ماعادش عندها قيمه، وانت قاعد تزيد في الطلب، قاعد تخلق في طلب، قاعد تخلق في سكونابيت ديبريسيون انفلاسيونيست، ضغوطات على مستوى التضخم المالي، قاعد تخلق في الطلب اللي هو العرض ماهوش مقابله، فهمت؟ وقتها هذاك باش يتسبب لك في التضخم المالي. دونك انت راهو بالزيادات هذوما نتاع الاجور، خاطر توا النقابات يخرجوا زدنا في الاجور، ضغطنا الحكومه وطيحنا الحكومه، طيحنا الحكومه دونسونس جبناها الثنيه وهكا زادتنا في الاجور، مش حاجه باهيه هذيا راه، وفسرناها في عديد من الاحيان. المواطن تحب تنفعه تحسنوا في الطاقه الشرائيه نتاعو، ما تحسنوش في الاجر نتاعو، بوفوار داشا ما عطى الطاقه الشرائيه والبوفوار داشا ما عطى لو رابور ما بين نيفو دو سالير نتاعو ونيفو دو بري. معناتها تشوف انت مستوى الاجور ومستوى الاسعار، والاجر نتاعو كي ياخذ مليون المواطن، المليون لازم تجيب له حاجه هذيك وتقديله، فهمت؟ كي ياخذ 200 كي ياخذ 300 كي ياخذ مليون ونص كي ياخذ ملايين، لازم فما ميزان معناتها تنجم خاطر تاخذ 10 ملايين انت، اذا فما تضخم مالي وارتفاع الاسعار في الجهه الاخرى ما يجيبولك حتى شيء 10 ملايين، مش حكيت ناخذ في 10 ملايين وناخذ في 20 مليون، فهمت؟ دونك هذا ما حبوش يفهموه. ونهار كامل هما زيدوا في الاجور والدوله ما عندهاش بزيد الاجور، هاك تغرق في الديفيسيت، تمشي تتسلف كيما القرض الاخراني هذا، فهمت؟ وتوحل فيه ومصداقيه نتاع تونس اون جو، فهمت؟ ومشيره الاخرى معناتها الزياده هذيك خاطر ما فماش كروسانس، ما فماش خلق للثروات، او كخرج الرقم الجديد كان في بالكم به 2016 تونس حققت 1.3% نسبه نمو، 1.3% نسبه نمو على كامل سنه 2016، نسبه نمو ضعيفه جدا، نمو هش ما تخلقش مواتب، هش ما تخلقش ثروه. دونك انت قاعد معناتها تعيش اكثر من طاقاتك، قاعد هذاك علاش يتسبب لك معناتها في امور كما هكا. دونك هذا كله باش ياثر على المواطن وباش يدهور القدره الشرائيه نتاع المواطن. وحكيت ارتفاع الاسعار ماهيش مربوطه نتاع كمين ولا تزويد بركه ولا مربوطه بمنظومه كامله. انا مثلا من الحلول لازم يعملوا لجنه مختصه، لجنه مش بالمعنى اللجاني هكا، لكن فما هكا لازم هيكل مختص يجمع معناتها هيكل متداخله كيما وزاره التجاره، كيما وزاره الداخليه، كيما وزاره الدفاع، كيما البنك المركزي، هذوما لازمهم يتلموا في معناتها في هيئه شنو خاليه هذه معناتها خاليه خاطر معناتها الحكايه ماهيش في يد وزاره التجاره برك، كيما ماهيش في يد معناتها البنك المركزي برك، كيما ماهيش في يد وزاره الداخليه برك، اطراف متداخله دي بارتي برونونت لازمهم معناتها كوميسيون ادوك كيما يقولوا، فهمت؟ وكل معناتها يوم فما متابعه واجتماعات دوريه ويحاولوا معناتها يصلحوا ويحلحلوا هالاسباب والرعايه ذي ويرقاوا معناتها حلول الاسباب اللي لازم يشخصوها هما بيدهم. برهين يقول لك المقاطعه هو ثقافه مجتمعيه، المقاطعه هي ممكن وسيله من وسائل الضغط على المجتمع المدني على ارتفاع الاسعار. البرة كيقول لك انا جو بويكوت الحكايه ذي يصير بويكوت اليوم في تونس. هل اللهفه نتاع التونسي زاد كيف مسؤوله عن ارتفاع الاسعار، ولا ثقافه التونسي الاستهلاكيه هي سبب الاسباب؟ لا هو شوف الثقافه الشعب التونسي يستهلك كما غيره من الشعوب، تبقى انه
التقليد المدني متاع المقاطعة هذه من أجل التحكم في ارتفاع الأسعار صعبة شوية، ما عندناش فيها تقاليد، ما عندناش فيها مجتمع مدني تقريبا ناشط وعنده قدرة على التعبئة في إطار القضايا هذه. باش نكونوا واضحين، تقريبا العمل على المستوى هذايا في العملية الاستهلاكية وعلاقة المواطن بالسوق والاستهلاك وغيره تختص به منظمة واحدة اللي هي جمعية تسير دفاع المستهلك، اللي هي قائمة بالواجب لكن في إطار إمكانيات عمل صعيبة وفي إطار قدرة تعبوية محدودة نتيجة الظروف اللي يمر بها المجتمع المدني نتاع القلم هذايا، بطبيعة مجتمع مدني آخر بتاع قضايا الكبيرة بتاع السياسة اللي فيه بزنس وكذا. المنظمة التونسية للدفاع المستهلك لا تتلقى فلوس من عند سفارات، لا تتلقى فلوس من عند الأوبن سوسايتي، لا عندها إمكانيات كبيرة، رغم أن مجال تدخلها مجال حساس وحيوي على علاقة مباشرة وعلى تماس بالمصلحة الحيوية المباشرة للمواطن، ما هيش من الجمعيات الأخرى اللي عندها البزنس وعندها الكذا. إذا علاش أنا أعتقد أنه تعبئة لسلوك مدني قوي متاع مقاومة مدنية تنجم تركح الأسعار وتنجم تتحكم في السوق صعبة جدا. التونسي مازال لا غالب حبوا ديما نستهلكوا مهما كانت الأسعار، معناها باش نعملوا على تخفيض الأسعار من خلال عملية المقاطعة المدنية للاستهلاك صعب شوية، نظرا لغياب تقاليد في المجال هذا ونظرا لغياب أطر لتعبئة وطنية شاملة من أجل حث المواطن على الحكاية هذه. تبقى أن اليوم نحب نلفت الانتباه أن المقاطعة ما هيش باش تجي من المستهلك، المرة هذه باش تجيكم من المنتج. البارح اجتمع المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الفلاحة والصيد البحري وقرر أنه الفلاحين باش يقاطعوا تزويد السوق بالخضروات يوم 4 من 4 ل 6 مارس، باش يكون واضح يا توانسة راهي ما عادش الخضرة باش تقف وكل المواد فهمتي معناها اللي ينجوها الفلاح التوانسة نهار 4 و 6 في انتظار يوم غضب نهار 8 مارس. هذه بتاتر باش تلعب دور اليوم لا اعتقد في تركيح الاسعار، تلعب دور في مزيد تعميق الازمه نتاع السوق نتاع سوق الاستهلاك نتاع اللي يتعامل معها المواطن التونسي اللي موجود تحت مطرقه ازمه الفلاح اللي يضطروا يرفعوا في الواحد وتحت سندان ازمه سوق التزويد وتعدد يعني مسالك التوزيع وسيطره مسالك التوزيع الفوضويه على سوق الاستهلاك. شكرا لك برهان، شكرا لك معز، هذه كانت الهيدلاينز. شكرا لك، شكرا لك على الهيدلاينز. الكلمة ليك.